اللي كان يعينوك وزير التجارة شنو ما القرارات المهمة اللي تاخذهم؟ هذا هو سؤالنا اليوم في بارومتر الشارع. حاجة الأسعار فهمت تكون معناها متناسبة وتكون زادة معناها التصدير تكون حاجة باهية معناها فهمتي، حاجات تصنعها تونس تبدأ معناها حاجات مقبولة هكا في السوق العالمية، وتكون زادة معناها المنتوج زادة باهي، مش يجيبولك منتوج اللي هو معناها بريمير شوا بعد تستعمله تلقاها بيعة فارغة. يرخصوا أكثر حاجة الرخص، لازم يرخصوا في كل شيء. يرخصوا في شنو بالضبط؟ الدنيا الكل انت اكثر فيها، الدنيا كل شيء على فيها انها هو القرارات. اول ما نعمل الصاعده نقص في المواد الفلاحيه، المواد الفلاحيه اللي ياسر غالي على الفلاح. شنو اخر؟ والمواد الغذائيه للمواطن العادي زاد الزوالي. هكا هو يزي في البركة الحاجتين هذول، المواد الغذائيه للزوالي. وتقد روحك باش تنفذ القرارات هذوما؟ قد ما نش بينا اخي تونس برجال ما تقدش. يحبوا عليه كل شيء رخيص. عندي فلوس اللي يحب عليها صاحب ايش تحب؟ تحب شاي نحبوا شاي، المهم نخو لو صاحب وكل شاي اللي يحب عليه نعطفه حول. بعدين نقص في شويه في القمح والشعير وال معناها ونشوف عندنا كلمه نهجم معناها قاعده تستغل فيها ناس معناها لوبيات فساد. وزير التجاره نبيع الكحل.